الترجي بكره. ماشي. اروح الاول للدكتور احمد بيومي اللي يعني عشان نتعرف على مشوار الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا. مشوار الاهلي والترجي، طب حط لنا بقى منشط بقى. طيب لو جينا بصينا على مشوار، يمكن لو حطينا له فعلا عنوان، لو بصينا على مشوار الاهلي والترجي ممكن نحط له عنوان ان فعلا وصل الاقدر والافضل للنهائي دوري الابطال الموسم الحالي. على مستوى النتائج، على مستوى الاداء، سواء على صعيد النواحي الهجوميه او حتى النواحي الدفاعيه، فهنلاقي فعلا ان الفريقين يستحقوا فعلا ان هم يصلوا للنهائي. يمكن الاهلي دايما معودنا على تحقيق الارقام القياسيه وتحقيق المكاسب، فلا دايما ان الاهلي خلال اخر خمس بطولات وصل قدر انه يوصل للنهائي. طب خلال الخمس بطولات دول حقق منهم ثلاث بطولات، وان شاء الله في طريق ان هو يحقق البطوله الرابعه خلال اخر خمس نهائيات، عشان ان شاء الله يبقى حقق 12 بطوله طبعا، وبيبعد عن اقرب منافسيه اللي هو طبعا فريق المازيمبي او فريق الزمالك محققين خمس بطولات. لو بصينا برده هنلاقي مشوار النادي الاهلي طبعا خلال 12 مواجهه، وبرده نفس الكلام بالنسبه للترجي. طبعا ال 12 مواجهه دول شاملين الادوار التمهيديه ودور المجموعات وبالنسبه للادوار الاقصائيه. فطبعا بنقول برضو ان فريق النادي الاهلي لم يهزم في اي مباراه، ما دخلش مرمى غير هدف وحيد. على الصعيد الاخر برضو بنتكلم على مشوار الترجي، يمكن خلال طبعا فريق زي ما احنا شايفين الاهلي والترجي المباراه 12 مباراه طبعا، فاز النادي الاهلي في 8 مباريات والترجي فاز في 7 مباريات، التعادل في 4 مباريات، الهزيمه النادي الاهلي لم يهزم في اي مباراه، الترجي اتهزم في مباراه الهلال السوداني، الهلال السوداني في مشوار ال 12 مباراه النادي الاهلي سجل 19 هدف بالزبط. صح كده؟ اقوى خط هجوم، اقوى خط هجوم، وتلقى شباكه هدف واحد، اقوى خط دفاع موجود في البطوله طبعا فريق النادي الاهلي. على الصعيد الاخر هنلاقي برضو فريق الترجي بيقدم بطوله اكثر من رائعه. يمكن هو بيغيب من 2018 ما كانش بيصل للنهائيات، رجع مره ثانيه عشان يصل للنهائي في 2024. فبالنسبه لفريق الترجي بنقول برضو يمكن العامل المشترك بقى هنا ما بين فريق الترجي وفريق النادي الاهلي هو حته التركيز الدفاعي. هنلاقي في فريق الترجي ما دخلش لم يهزم غير في مباراه وحيده، كانت في مباراه الهلال السوداني، ودخل خلال المباراه دي 3 اهداف. باقي المباريات لم يهزم، لم يدخل مرمى اي اهداف خلال المباريات. نفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي، دخل مرمى هدف وحيد. فبنقول يمكن العامل المشترك ما بين الاثنين الناحيه او التركيز الدفاعي، مش هنقول اللعب الدفاعي، التركيز الدفاعي كان موجود عند الفرقتين، ودوت اللي يمكن وصلهم ان هم يصلوا للمباراه النهائيه. تفوق النادي الاهلي خلال المشوار هي الحته الهجوميه هنا، هنلاقي الفريق النادي الاهلي 19 هدف مقابل 9 اهداف فقط لفريق الترجي. ده يمكن خلال المشوار الفريقين، قلنا قبل كده ان شاء الله يبقى يعني نهائي يليق بالقاره السمراء ما بين الفريق النادي الاهلي وفريق الترجي نتيجه المشوار الحافل اللي هم فعلا يستحقوا ان هم يصلوا للنهائي. طيب